مكان وداخل اتوبيس نادي الاهلي طبعا، وفي اتجاه للاحتفاليه الهامه جدا بالفوز ببطوله الدوري. معايا في هذه اللحظات ميدو جابر احد نجوم النادي الاهلي. ميدو، برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز ببطوله الدوري، واكيد ده شيء مميز بالنسبه لكم، شيء مهم الفوز ببطوله الدوري والاحتفاليه كمان بعد مجهود كبير جدا على مدار الموسم. طبعا حبيبي، اولا بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي الشياكه بس الاول دي. ربنا يخليك يا حبيبي، ان شاء الله حبيبي. الحمد لله، والله احنا تعبنا السنه دي يعني بطوله الدوري الحمد لله. فنشنا الدوري قبل 6 ماتشات من السيزون، وده الحمد لله تكليل مجهودنا وتعبنا والجهاز الفني طبعا، لاني طبعا كابتن حسام وكابتن ايوب والناس كلها طبعا. فان شاء الله ربنا يكرمنا دايما ان شاء الله، ونسعى جمهور الاهلي، وان شاء الله والموسم الجاي ان شاء الله نحصد بطوله الدوري، وان شاء الله نكمل في بطوله افريقيا ان شاء الله، نحصد بطوله افريقيا باذن الله. يعني بطولات الدوري بتعتبر من اصعب البطولات يا ميدو، صح؟ يعني بطوله بتبقى طويله، بتحتاج ان انت تلم اكبر كم من النقاط، فبالتالي الفوز بيها بيبقى مهم وليه فرحه خاصه. طبعا دي حقيقه. بطوله الدوري طبعا بيبقى سيزون كبير جدا، ان انت مش شرط ان تكسب في الاول، لازم تفضل تكسب باستمرار. والبطوله كانت السنه دي كان فيها منافسه لفترات متباعده طبعا، والحمد لله ربنا وفقنا ان شاء الله وقدرنا نحصد بطوله الدوري، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه الجايه برضو ان شاء الله، ونقدر نحصد بطوله الدوري باذن الله. يعني ان شاء الله. اميدو، بتمنى لك دايما التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي. ايضا معايا احد